بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الدرس الثاني في الوحده الاولى. الوحده الاولى بعنوان المناخ والنبات الطبيعي، الدرس الثاني الاقاليم المناخيه. طيب عايز اعرف ايه انواع الاقاليم المناخيه؟ جعل الله المناخ متنوعا من مكان لاخر ومن وقت لاخر، وذلك حتى تتنوع اشكال الحياه، فهو العنصر الاكثر تاثيرا على البيئه الاخرى. الاقليم المناخي، طب عايز اعرف ايه تعريفه؟ هو مناطق متصله او منفصله من سطح الارض ولكنها متشابهة في خصائصها المناخية العامة من حيث الحرارة والرياح والأمطار. طيب قال لي يعني ما المقصود بالإقليم المناخي؟ ولو مناطق متصلة أو منفصلة من سطح الأرض ولكنها متشابهة في خصائصها المناخية العامة من حيث الحرارة والرياح والأمطار. طيب عايز أعرف إيه أسس تصنيف الإقاليم المناخية؟ قال لك تشابه درجة الحرارة، تشابه كمية المطر، تشابه نوع الرياح السائدة. يمكن تقسيم الإقاليم المناخية إلى أربع أقسام. أولاً الأقاليم المناخية الحارة، وتنقسم إلى أولاً الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي يمتد بين دائرتي عرض 10 شمالاً و10 جنوباً. طيب خصائصه المناخية حرارة ورطوبة مرتفعة طوال العام، أمطار غزيرة طوال العام من النوع التصاعدي، وذلك بسبب وقوع عند الدائرة الاستوائية. يبقى يمتد 10 شمالا و10 جنوبا، وامطار غزيره طوال العام وحراره رطوبه مرتفعه طوال العام بسبب وقوع عند الدائره الاستوائيه. طيب تاني اقليم هتكلم عنه هو الاقليم المداري او اقليم السافانا، يمتد بين دائرتي عرض 10 الى 18 شمالا وجنوبا، 10 الى 18 شمالا وجنوبا في قاره افريقيا وامريكا الجنوبيه وكذلك استراليا. طيب طب ايه خصائصه المناخيه؟ قال لك حراره مرتفعه طوال العام، امطار صيفا تقل كلما ابتعدنا عن دائره الاستواء، كلما ابتعدنا عن دائره الاستواء بتقل الامطار. طيب الاقليم الموسمي يمتد في جنوب شرق اسيا، يمتد في جنوب شرق اسيا في المنطقه دي، في المنطقه دي جنوب شرق اسيا. طيب عندنا هنا كمان في المنطقه دي يمتد الاقليم الموسمي. طب ايه خصائصه المناخيه؟ قال لك حار رطب صيفا وبارد شتاء، ويمتاز بهبوب الرياح الموسميه الصيفيه والشتويه، كمان في امطار صيفا. طيب الاقليم الصحراوي الحار يوجد في قاره استراليا، ويوجد في قاره افريقيا، ويوجد في امريكا الشماليه. طيب يمتد بين دائرتي عرض 18 الى 30 شمالا وجنوبا غرب معظم القارات. خصائص المناخية حرارة مرتفعة جدا صيفا خاصة في النهار، وبرودة شديدة في الشتاء خاصة في الليل، حيث أن المدى الحراري اليومي والسنوي كبير. طب عايز أعرف عن إيه مدى حراري يومي ومدى حراري سنوي؟ المدى الحراري اليومي هو الفرق بين متوسط درجة حرارة الليل والنهار. المدى الحراري السنوي هو الفرق بين متوسط درجات حرارة الشتاء والصيف. كمان الإقليم الصحراوي الحار بيمتاز بأمطار نادرة وتكاد تنعدم. طيب ثانيا هتكلم عن الأقاليم المناخية المعتدلة الدفيئة، وتنقسم إلى أولا إقليم البحر المتوسط. إقليم البحر المتوسط موجود بين دائرتي عرض 30 إلى 45 شمالا وجنوبا في غرب معظم القارات، موجود هنا، موجود كمان في غرب أمريكا الشمالية وغرب أمريكا الجنوبية. طيب إيه خصائصه المناخية؟ حار صيفا ودافئ شتاء، أمطار شتاء وجاف صيفا. طيب تاني اقليم هتكلم عنه هو الاقليم المعتدل الدفيء الصيني، يمتد بين دائرتي عرض 30 و 45 شمالا وجنوبا في شرق القاره، يوجد في شرق استراليا، شرق اسيا، وفي شرق افريقيا وامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. طيب خصائصه المناخيه حار صيفا ودافئ الشتاء، امطار طوال العام وغزيره صيفا. طيب تالت اقليم هتكلم عنه هو الاقليم الصحاري المعتدلة، دائرتي عرض 30 و 45 شمالا وجنوبا داخل القارات. طيب موجود عندي في قارة آسيا داخل القارة وأمريكا الجنوبية داخل القارة. طيب بارد شتاء خصائصه المناخية، وقليل أمطار صيفا وجاف شتاء. يبقى احنا نعرف ان الاقاليم المناخيه المعتدله الدفيئه كلها تقع بين دائرتي عرض 30 و 45 شمالا وجنوبا. طيب ثالثا هتكلم عن الاقاليم المناخيه المعتدله البارده، وهي بتمتد بين دائرتي عرض 45 و 60 شمالا وجنوبا، 45 و 60 شمالا وجنوبا.
اولا هتكلم عن اقليم غرب اوروبا. اقليم غرب اوروبا هو موجود هنا في غرب اوروبا وفي غرب امريكا الشماليه. طيب يبقى موجود الاقليم ده من اسمه في غرب الايه القارات. ده الخصائص المناخيه: دافئ صيفا ومعتدل البارد شتاء، امطار طوال العام. طب هي يقول لي بما تفسر امطار في اقليم غرب اوروبا طوال العام بسبب وقوعه في نطاق الرياح العكسيه الغربيه، تاني اقليم هتكلم عنه الاقليم المعتدل البارد شرق القارات. طيب هو من اسمه هو موجود هنا في شرق قاره اسيا وشرق امريكا الشماليه. طيب يمتد بين الأربعاء 45 و 60 شمالا زي ما قلنا وجنوبا شرق القارات. خصائص المناخية: معتدل صيفا وبارد شتاء، أمطار طوال العام. طيب ثالث إقليم هتكلم عن الإقليم القاري البارد. هو موجود هنا في قارتي آسيا وأوروبا، كمان موجود في قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طيب وده بيكون موجود داخل القارات: دافئ صيفا وحارس البرودة شتاء، أمطار صيفا وقليل شتاء. رابعا هنتكلم عن الاقاليم المناخيه البارده. هتنقسم الى قسمين: اولا الاقليم البارد التندرا وهو بين درجتي حراره 60 و90 شمالا وجنوبا، موجود في درجه 60 و90 شمالا وجنوبا في قاره اسيا وامريكا الشماليه وكمان في القاره القطبيه الجنوبيه. طيب خصائص المناخية: صيف قصير بارد نسبيا وشتاء طويل شديد البرودة، أمطار قليلة صيفا وسقوط الثلج شتاء. طيب أخيرا عندي الإقليم الجبلي. يشمل القمم الجبلية ومنحدراتها، وده موجود في قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أفريقيا والأمريكتين. طيب إيه خصائص المناخية؟ شديد البرودة وتغطي المنحدرات بتاعته بالثلوج. يبقى كده عرفنا أنواع الأقاليم المناخية، أسس تصنيفها وانواعها: الاقاليم المناخيه الحاره، الاقاليم المناخيه المعتدله الدفيئه، الاقاليم المناخيه المعتدله البارده، الاقاليم المناخيه البارده. السلام عليكم.